الله. عندي طبعا قلنا عنوان القطعة الثانية المهمة اللي بتكلم عن الفينيك فوكس اللي هو ثعلب الفينيك. قول ذا فينيك فوكس ليفز ان ذا ديزرتس اوف نورث افريكا، بيعيش طبعا الفينيك فوكس في صحاري شمال افريقيا. It is smaller than other foxes، قلنا طبعا انه اصغر من الفوكسز الاخرى، يبقى بيجيب لي الجملة دي في الترتيب او في الاختياري، هقول فينيك فوكس is smaller than other foxes. It is 20 centimeters high، طوله او ارتفاعه 20 سنتي. It weighs around 1 كيلوغرام، بيوزن تقريبا حوالي كيلوغرام. It's 30 to 40 centimeters long، اما طوله بيبلغ من 30 ل 40 سنتي. It's ears، اذنه are big، كبيرة، really big، حقا كبيرة. The Finnick fox needs big ears، هو محتاج طبعا الأذن الكبيرة ديت to hear insects، عشان يسمع الحشرات and small animals، والحيوانات الصغيرة. The Finnick fox eats، بياكل طبعا الانسكس الحشرات، lizards السحالي and small mice، والفئران الصغيرة. During the day، أثناء النهار، it's hot in the desert، ويجيب لي الجملة دي كده في الترتيب أو في الاختياري، بقول it's hot in the desert during the day، الجو حر طبعا في الصحراء أثناء النهار. The Fennec fox loses heat، بيفقد الحرارة from its ears، من أذنه. At night، أما ليلا، It's cold، وهنا يقصد ان it's cold in the desert، الجو بيكون بارد في الديزرت في الصحراء. The Fennec fox's thick fur، الفرو التقيل بتاعه ده، keeps it warm، بيحافظ على دفئه او بيخليه دافي. ده بالنسبة للفينيك فوكس كقطعة ومعلومات هتتحفظ زيها القطعة الخاصة بالريم جازل. اما بالنسبة لقطعة الدولفين، تعال تابع معايا كده ونعرف بعض المعلومات عن الدولفينز. بيقول لي دولفينز ار كليفر، دولفينز ار كليفر، طبعا هنا عايز يقول لي ان الدولفين ده حيوان كليفر، ماهر، شاطر، فريندلي، ودود. مامالز قلنا بمعنى حيوان ثدي، يبقى عايز يقول لي ان الدولفين ده حيوان ثدي ودود وشاطر. There are about 40 kinds of dolphins، يوجد حوالي 40 نوع من الدرفيل. They live in hot, warm and cold waters، بيعيش طبعا في المياه الساخنة والدافية أو الباردة. They are 1.7 to 9.5 meters long، بيبلغ طول الدولفين ده من 1.7 متر ل 9.5 متر. يعني الدولفين، في دولفين طوله متر وسبعة أو 9 أمتار ونص طولا. They are 50 كيلوغرام، الدولفين الصغير 50 كيلو، to 10 tons، يعني بيبدأ وزن الدولفين من 50 لحد 10 أطنان، يعني 10,000 كيلو. The males، يعني المذكر منه، are bigger than the females، مذكر الدولفين ده أكبر أو أضخم من الفيميل، من الأنثى. They can travel at، لما أقول travel at يعني بيمشي في المية أو بيسافر في المية، بسرعة 29 كيلومتر بير أور، بيسير في المية بسرعة 29 كيلومتر في الساعة. هو مين ده؟ الدولفينز. تعال نشوف الجدول عشان نكمله من القطعة دي. بيقول لي how many kinds of dolphins are there، how many kinds، كم عدد الكاينز، الأنواع؟ 40 كاينز، يبقى اكتب هنا 40 كاينز، هناخد النمبر ده نكتبه هنا 40 كاينز.
How long are they? How long are they? كم يبلغ طولهم؟ يبلغ طولهم طبعا هقول they are 1.7 to 9.5، يبقى من 1.7 ل 9.5 متر طولا. How heavy are they? How heavy They are 50 50 كيلو are they؟ هقول له 50 طبعا كيلو they جرام are 50 كيلوغرام to 10 tons، يبقى بيبلغ وزنه من 50 كيلو لحد 10,000 كيلو. How do they live؟ هنا sorry where do they live؟ بيعيشوا فين؟ بالله. زي ليف hot and warm ان water. وورم وورم اند كولد أنواع ووتر. المياه اللي هو كتبها لي هنا hot, warm and cold waters، تمام؟ ده بالنسبة للقطعة الأخيرة عندنا. زي ما قلت هنحفظ باراجراف المجازل وزيه كمان الفينيك فوكس. لو رحنا لكويستشن على الدرس الرابع والخامس، تعالوا يلا نرتب مع بعض الجملة الأولى. هقول له ريم جازلز مالها؟ Eat plants and leaves. Eat بلانتس اند ليفز، بتاكل طبعا البلانتس اند ليفز او ليفز اند بلانتس. اوكي، الجمله الثانيه ذا فينيك، اسمه ذا فينيك ايه؟ ذا فينيك فوكس The Phoenix Fox هاز big بيج ear. Has ايرز، big ear. هاز بيج ايرز. نمبر 3 دولفينز، Dolphins are dangerous. Dolphins are not دولفينز not are ار dangerous. نوت، ار Not نوت dangerous. دينجرس، ليست خطيرة طبعا. احنا قلنا عنها انها فريندلي، طيبة ودودة وكمان كليفر. ريم جازلز لوك، ريم جازل شكلها عامل ازاي؟ Very beautiful. اللي هي بيوتيفول، يبقى ريم جازلز لوك فيري بيوتيفول. ذا The فينيك Phoenix فوكس Fox eat ايتس، insects and lizard. بياكل ايه هنا الفينيك Insects and فوكس؟ lizard. هقول له Kill طبعا animals. بياكل انسكتس وليزرز وسمول انيمالز، يبقى هقول له الاجابه ايه؟ ريم جازلز هاف، لديها عندها، هربط دايما ما بين الجازل والهورن، هربط ما بين جازلز والهورن اللي هو الغزال والقرون The Phoenix بتاعته، Fox live يبقى in the طبعا desert. هنا لونج هورنز. اما الاخيره ذا فينيك فوكس The Phoenix ليفز Fox live ان، in the desert. قلنا طبعا ان ذا ديزرت او ديزرت اوف نورث افريكا، في الصحراء او صحاري شمال افريقيا، يبقى ليف ان ذا ديزرت. القطعه ما هي؟ أنا اديني نسيت. فيردز وليفز وكوتس وهورنز. لو قلنا ريم جازلز ليف ان ذا صحراء ديزرت، they walk around، يتجولوا looking for grass، باحثين عن الجراس العشب and plants، يبقى ناقص عندي كلمة leaves، يبقى grass leaves and plants to eat. They have a big big ears، عندها أذن كبيرة and long، إيه اللي long عندها؟ ها؟ and long horns، عندها طبعا horns، long horns. They have yellow white، طبعا هنا الغطاء بتاعها، الغطاء بتاعها او غطاء جسمها لونه هنا yellow white coat. بعد كده طبعا مدينا قطعة الفينيك فوكس نفس الحكاية، نقدر نحله مع بعض عشان نخفف من الهوم ورك بتاعنا شوية. ذا فينيك فوكس لوزز، بيخسر او بيفقد ايه؟ قلنا بيفقد الهيت فروم اتس ايرز، بيطلع حرارة من أذنه. نمبر 2 ذا فينيك فوكسز سيك فير، الفرو ده هنا كيبز Warm at ات night. وورم At ات، night. الكلام ده طبعا ات Night. نايت Night. لما بيكون الجو كولد. نمبر 3 هاو هيفي از ذا فينيك فوكس، طبعا انت About مش بتجاوب kilogram. من دماغك، انت بتجاوب طبعا من القطعة، هقول اتس What اباوت 1 kilogram? كيلو جرام. سمرايز يعني سمرايز، لخص. لخص، سمرايز معناها لخص. سمرايز ذا تكست ان وان سنتنس، بيقول لي لخص لي القطعه ده هي في جمله واحده، لخص القطعه في جمله واحده. هي القطعه كلها بتتكلم عن مين؟
بتتكلم عن الخرب الفينيك فوكس. الخرب تمام، مش شرط بقى أخيرة من أولى يا ست أروى، مش عارف شرط الأخيرة ولا الأولى، المهم عايز جملة تعبر عن القطعة. القطعة كلها قلنا بتتكلم عن الفينيك فوكس وأكله وشكله عامل إزاي. تمام، يبقى أقدر أقول هنا هو The Phoenix Fox lives in the deserts of North Africa. ماشي، عايز تقول لي The Phoenix Fox is smaller than other foxes، أصغر من الفوكسز التانية. ماشي ماشي، تمام، ده بالنسبة للجملتين اللي ينفعوا في القطعة دي. يا إما بقول إن الفينيك فوكس ده بيعيش في أفريقيا، أو إني بقول عنه هنا إنه أصغر نوع من أنواع الفوكسز. بعد كده بيقول لي تشوز أنا سي ريمجاز سي أو أنا هافيالو سي وايت كوتس. كوت كوتس الغطاء بتاعه، الغطاء بتاعه يالو وايت، أبيض مصفر، طبعا تو بروتكت زين فروم ذا صن عشان يحميهم من الشمس. نمبر 2 ريم جازلز هاف ايرز اند لونج هورنز. هو قال لي مع هورنز دايما اعرفها لونج، مع الهورن دايما لونج، طيب ومع الايرز قلنا بيج ايرز. نمبر 3 ذا فينيك فوكس از ذان، يبقى سمولر قلنا اسمها سمولر ذان، أصغر من أي فوكس تاني. The Phoenix Fox live in desert. The Phoenix Fox Desert. lives in the، قلنا طبعا lives in the desert. بعد كده where do Constitution W rimgazes live؟ و كوتشا مارك. W، وكمان أروح ال question mark. بعد كده طبعا كان طالب مني حاجة اسمها إيميل، الكلام ده قلناه الحصة اللي فاتت. في الايميل بكتب فروم عنوان بريدي انا. يسير نعم، هو القطعة اللي احنا كنا واخدينها امبارح، قصدي الحصة اللي فاتت، مش هنكملها قطعة ولا القصة؟ القصة اللي في آخر الستوري. الكتاب. الستوري، تمام. مين اللي بيتكلم الأول؟ أنا أيوة يسير سلمان، احنا كنا واخدين سلمان. صفحة واجب، طيب يا صفحة حبيبتي، واجب واحد. طيب، واحدة واحدة كده عليا. القصة اللي موجودة في البلاس يا سلمان المفروض إن إحنا بناخدها على مرات، ما بناخدهاش مرة واحدة كلها. طيب إحنا أخدنا فيها إيه؟ أخدنا فيها 5 بيجز، 5 صفحات، يعني نصها تقريبا. ده اللي هنمتحن عليه شهر أكتوبر، يعني أنا أمتحن على أول الصفحات دي بس. في أكتوبر همتحن على الجزء اللي إحنا أخدناه بس. لما نرجع تاني للبلاس هنكمل بقية الجزء اللي فيها. تمام، تمام يا سيف، تمام يبقى يا سيف. كده احنا المفروض خلصنا يونت 2 بالنسبة للكونكت، يعني اكون جاهز لاختبار شهر اكتوبر. ليه؟ لان اكتوبر همتحن في كونكت على 1 و 2، تاني امتحان اكتوبر هيبقى على يونت 1 و 2 بالنسبة لكونكت. ده كان آخر درس لا عندنا، مش هناخد في الكونكت لاست الامتحان. ده كان آخر حاجة في كونكت عندنا الحصة ديت، آخر حاجة في كونكت لامتحان أكتوبر اللي هو نهاية يونت 1 و 2. طيب بالنسبة للهوم ورك اللي أنا هحله، الناس طبعا اللي حلت معايا دلوقتي في الحصة، تمام، ما كتبتش، كنت بجاوب شفوي وخلاص مع السير، كل اللي احنا كملناه شفوي انت بتكمله عادي، تكتبه عادي. طيب بالنسبة للهوم ورك هاخد عندي بيج 88 و89، الناس تكتب صفحات او تعرف الصفحات، تمام، و90 كده، ده الجزء الاولاني. بعد كده المفروض عندي ريفيجن، مراجعة على كلمات الوحدة والجرامر اللي احنا شفناه فيها. مديني هنا امثلة للباراجرافز المطلوبة في اليونت زي الفينيك فوكس اهو، مديني باراجراف تاني عن الكاملز، الريم جازلز، وكمان مديني مثال للايميل، مثال للايميل ازاي انا بكتب ايميل. بعد كده عندي طبعا اختبارات الوحدة التانية، امتحانات يونت 2.
سير احنا خلصنا. دي واحدة. تمام، أنا كده عندي مجموعة امتحانات، مجموعة امتحانات يعني حوالي 5 أو 6 امتحانات على الوحدة الثانية. 5 امتحانات على الوحدة الثانية، يعني الحد بيت كام ده يا سير؟ 100. 100. طيب هنحل الحد 100 يا سير؟ ده كتير حبيبي، لازم أحل كتير علشان أشوف نوعية أسئلة أكتر. تمام، يبقى إذا الهوم ورك بتاعك من 88 ل 100، من 88 ل 100، ده فين؟ في كونكت. تمام، طب يصير في كونكت بلس هنمتحن في لغاية يونت كام؟ هو يونت الاولاني بس اللي احنا اخدناه، اليونت اللي اخدناه يعني احنا في البلس جاهزين، انت في البلس مخلص. تمام، في الناس اللي بتسأل على امتحان البلس، احنا في البلس جاهزين لامتحان الشهر. ليه؟ لان انت المفروض هتمتحن على يونت مع جزئية ستوري. تمام، انما بالنسبة للكونكت كان اخرك النهاردة في كونكت اللي هي يونت 2.